في شمال سوريا لم تتوقف الضربات التركية منذ أكثر من أسبوع، وقوافل متتالية للتحالف الدولي تدخل المنطقة في رسالة للتأكيد على الوجود الأمريكي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن عدة قوافل تابعة للتحالف الدولي ضد داعش دخلت شمال شرق سوريا خلال 48 ساعة الماضية. وبحسب المرصد، القوافل قادمة من معبر الوليد الحدودي مع أقليم كردستان العراق، وتوجهت إلى قواعد التحالف المنتشرة في محافظة الحسكة. وأحصى نشطاء المرصد السوري أكثر من 240 شاحنة تحمل على متنها مدافع وأسلحة رشاشة ثقيلة ومعدات عسكرية وذخائر وصناديق مغلقة بالإضافة إلى صهاريج وقود.